القيمة المضافة اللي احنا برضو بنلف وندور فيها تاني، يعني اما 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 بقصد او بدون قصد. احنا بقى لنا 3 سنين يا اخوانا بنشتغل على القانون. السؤال الاول، في حد من حضراتكم اتحبس؟ ولا واحد. طيب السؤال الثاني، في حد تقدم محاكمه انه ما قدمش اقرار شهري؟ في حد اتحبس لانه ما دفعش 10% من دخله؟ كل دي جرائم موجوده في قانون القيمه المضافه. على فكره اللي انا بقوله ده جرائم منصوص عليها في قانون القيمه المضافه. لو ما دفعش 10% عن العمل، لو ما قدمتش الاقرار الشهري، لو ما سجلتش نفسك، لو ما قدمتش نفسك. النهارده بالبروتوكول اللي احنا عملناه وطورناه مره واثنين ما حدش متقدم. انت النهارده مش بتدفع ال 10%، انتوا بتهزروا. هي ال 20 جنيه وال 40 جنيه اللي بتدفع عند خدمه الدعوه هي دي 10% من اتعابك؟ لا. وانتوا لازم نقول ان احنا بنحكنا على الضرايب لما نبقى عملنا لصالح المحامين مصرين ان انتوا تفسدوا اللي تم الاتفاق عليه. طب نسيب ونخلي الضرايب تحاسبكم 10%؟ لا، احنا عملنا مبلغ مقطوع بتخلص منه وبتدفعه في المحكمه وبتحمله على الموكل بتاعك وخلصنا. انت بتلف ودور تاني عايز ايه؟ احنا عطلنا قانون القيمه المضافه عن انه ينفذ بكامل عناصره على المحامين دون الاخرين. احنا النقابه الوحيده، الجهه الوحيده اللي ما بتطبقش علينا قانون القيمه المضافه بحذافيره زي كل الناس. عايزين ايه تاني غير ان احنا اللي وضحنا وصلنا اليه النهارده؟ ومع ذلك احنا طعنين امام المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه القانون اصلا. اذا اتحكم بعدم دستوريته يبقى خير وبركه. اذا اتحكم بدستوريته يبقى احنا خففنا العبء على المحامين والحمل على المواجهه فيها. انما الالتفاف حوالين الموضوع واتخاذه عنوان، اصله سلمونا للضرايب، اصل القيمه المضافه مبهدلانا، اصل احنا وفي مبهدلك فين؟ حد جه ناحيتك؟ انت جواب بيجي لك من مامور الضرايب ولا مش عارف بتتشال وتتحط عليه ليه؟ ليه كل هذا الخوف؟ وليه كل هذا الرعب؟ وانا قلت لحضراتكم مفيش حد هيتحبس، ما تخافوش، مش هتقدم هذا الاقرار، ما تخافوش. خايفين من ايه؟ انا ضد الخوف والهلع اللي ملوش مبرر. انا مع الحذر ومع الحرص لكن مش مع الانهيار. ده امر مش من شيم المحاماه، المحامي مش كده خالص.